التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذه اللحظات. أعلنت انطلاقة شوطنا التاسع عشر بمجموع الأشواط، استمرارية انطلاقة أشواط الإنتاج خصص للأبكار. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة على أرضية ميدان دستور. أحد يفرع وأذرع ميدان المرموم، أتقدم مع من تتقدم هذه الأسماء. دهن العود على المركز الأول، حسن بن عبد الله بن غليط الغفلي، شعارك يا أبو عبد العزيز، ينطلق على المركز الأول مقدما دهن العود. المركز الثاني القادم نجود وجاسم بن محمد بن عمير الراشدي القادم، ولكن شوف التسلل في هذه اللحظات من مزون عوض بن ناصر بن حمود المالكي على المركز الثاني. المركز الثالث اشتعال زايد بن محمد بن قران المنصوري. المركز الرابع عندك يا بن عمير يا الراشدي. المركز الخامس زهور علي بن يمع بن سبت السويدي. المركز شعارك يا الغنابي القادم في هذه اللحظات. المركز السادس اللي وصلت من السياج الخارجي، شعار مرغم القادم، وصول كذلك في هذه اللحظات من شواهين لحمد بن راشد بن حمد بن غدي الاكتبي. ثامن لسابع مراكزنا عفوا محنة القادمة غانم بن علي بن حمود الظاهري قادما مع محنة. والمركز الثامن وصلت لهبيبة القادمة بشعار سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الاكتبي. هل الزيد قادمين في هذه اللحظات؟ هل طوي السمان قادمين وشعار الذهيبة قادما في هذه اللحظات؟ تاسع المراكز يا المسك القادمة عبد الله بن شعار عبد الله بن عمير بن ذويب العامري القادم مع المسك. والمركز العاشر، المركز العاشر هذه اللي تسللت وصلت رساله محمد بن سليمان بن حمود الوهيبي قادما مع رساله. هكذا هي النتيجه لهذه الاسماء. نتابع الاسماء القادمه، نتابع الشعارات القادمه. عوده الى الصداره، عوده الى زهور. زهور والشاعر يتقدم مع زهور علي بن يمع بن سبت السويدي. الغنامي يا الغنامي خايف عليك تضيع وتحوط بك الاسيامي، ما تلقى لك شفيع، ولكن تابع الاسماء في هذه اللحظات. وصول من رساله محمد بن سليمان الوهيبي قادمين اهالي السلطنه، مرحبا بالجميع في دانه الدنيا دبي. نجود جاسم بن محمد بن علي بن عمير راشدي اهل العين واهل مغافح قادمين. وصل شعار مرغم وشواهين حمد بن راشد بن غدير. وصل كذلك شعار زايد بن محمد بن قران المنصوري يقدم اشتعال وغزر النواميس قادمه. غزر راشد بن علي بن رشيد الاشتبي هل المره قادمين. وصلت على المركز السادس قندهار وهلال بن محمد بن علي الزرعي يقدم قندهار، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى أعود إلى الغنامي، أعود إلى بن سبتة، أعود إلى القادم الوهيبي مع رسالة محمد بن سليمان الوهيبي وبن عمير الراشدي. وهالمرة قادمين مع غزل راشد بن علي بن عبيد بن رشيد وبن سبتة الغنامي الوهيبي. ما شاء الله على هذه المعركة الثلاثية، ولكن بن رشيد وانجاله يقدمون غزر النواميس، غزر الانجازات يا مصالح وجال. راعي الشرطة ينطلق على المركز الاول، راعي الشرطة يقدم غزر راشد بن علي بن عبيد بن رشيد. سلموا لي على هالمرة. ها هو شعار الشرطة يصل معلن الناموسي هذا الشوط. المركز الثاني زهور لعلي بن يمع بن سبت السويدي، شعار الغنامي. المركز الثالث رسالة لمحمد بن سليمان بن حمود الوهيبي. المركز الرابع نجود لجاسم بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. والمركز الخامس
المركز الخامس قندهار الهلال بن محمد بن علي الزرعي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. شوطنا التاسع عشر حمل كل التحدي والإثارة. تانينا وناموس لراعي الشرطة وسلام يا المرة سلام. 4:43 ثلاث أجزاء من الثانية. غزر وهي غزر ما شاء الله. راشد بن علي بن عبيد بن رشيد التبي أسعد الله صباحك بكل خير. تانينا وناموس للمركز الثاني 4:44 هو توقيت زهور لعلي بن يبع بن سبت السويدي الغنامي مشكور يا الشاعر. المركز الثالث وصلت رسالة 4:45 ست أجزاء من الثانية لمحمد بن سليمان بن حمود بن حمد الوهيبي. تهانينا وناموس للجميع.